لنكن صريحين، لماذا الخسائر الإسرائيلية كانت مضاعفة بعد أن زج بقوات النخبة خيرة الألوية المقاتلة لديه؟ أنت تعرفين أن هو زج الألوية المدرعة قوات النخبة في مناطق سكنية مدمرة، وبالتالي أصبحت أهداف سهلة جدا من مسافة صفر. تفضلت الضيفة الكريمة وقالت من القاهرة أن أحد أهم أسباب تضاعف عدد الخسائر الإسرائيلية هي تحصن القوات الإسرائيلية قوات النخبة داخل الدبابات، وبالتالي أصبحوا يعني فريسة سهلة وصيد سمين للمدافعين عن هذه الأنقاض. يعني لاحظي أنت أن كل شيء مدمر، وبالرغم القصف اليومي، ولم أعتقد لم يبقى قنابل ارتجاجية في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى لدى إسرائيل واستخدمت، ومع ذلك يخرج مقاتل بهذا السلاح الخفيف والرخيص جدا، ويستطيع تدمير دبابة قيمتها 6 مليون أو حتى 6 مليون دولار طبعا، وحتى جرافة إسرائيلية. وبالتالي الحرب الهجينة لمح إليها الضيف من الرياض، ولكن لم يتوسع بها. حقيقة الأمر لم يعتد الجيش الإسرائيلي إلا القتال والدخول إلى المعارك بعد أن تمهد له الطائرات الحربية الأرض، وشبه يعمل على يعني ما يسمى الأرض المحروقة، وتدخل الدبابات الإسرائيلية، وبالتالي لا يستطيع العدو، أثبت أنه لا يستطيع القتال، وليس لدى جنوده الإرادة الكافية والصمود للعمل ضمن ظروف صعبة جدا. انت لاحظ المقاتل لا طعام، يملك فقط هذه القذيفة، ومع ذلك يخاطر بنفسه ويقوم بلصق العبوة أو عملية الاستهداف حتى من 50 متر. على فكرة كل الأسلحة المستخدمة ليس لها مدى مجدي يفوق 200 أو 300 متر لا. وبالتالي أيضا هذا ما ضاعف القوة التدميرية ضمن حسابات حماس التقنية عند تصنيع هذه الأسلحة، والتي حيث اختبر مهندسو حماس المعارك وقاموا بوضع فرضيات وسيناريوهات لعملية الالتحام المباشر مع الجيش الإسرائيلي، وهذا ما ضاعف عدد الخسائر التي تعرض لها الجنود داخل دباباتهم. العدد الأكبر كان عمليات القتل داخل هذه كما يقال أبراج الفولاذية التي يتحصن بها جيش الاحتلال. إن لم يتم تغيير العقلية ويتم إدارة، أنا بدي بس طولت على الضيوف بعد إذنك، يعني سريعا لأنه لم يتبقى لدينا كثير من الوقت، المعارك ضد المجموعات المسلحة كانت هناك خسائر كبيرة من الجيش السوري. الجيش السوري غير استراتيجية القتال وأصبح يعتمد على المشاة وعلى المتطوعين ومشاركة فصائل مقاتلين شعبي من كل أطياف الشعب السوري، أدى إلى إعادة السيطرة على 80% من الأراضي السورية، وهذا لا تملكه إسرائيل حتى الآن.